يا ابني حل عن دماغي بقى، هو انا ما اريش غيرك؟ يابا يابا يا ابني وطي صوتك، مش عارفين ناكل لقمه. يا عم وانت بتاكل بودانك؟ ما تاكل وانت ساكت يا عم، في ايه؟ اسمعني يابا، انا خلاص يابا. ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى. انا خلاص يابا، خلاص مهاجر. ما تهاجر ولا تسافر ولا تتنيل ب60 نيله، حرام عليك بقى يا ابني. انا حلايا منين ولا منين؟ انا بسببك مش عارف اخد شاور. بذمتك انت يابا تعرف يعني ايه شاور؟ يعني مشوار باليوناني. يوناني ايه يابا؟ يابا ركز معايا، انا هسافر بره اعمل قرشين واجيبك بقى تتفرج على ماتش محمد صلاح في الملعب في اسبانيا بجد، وتعرف يعني ايه شاور بجد. يا حبيبي يا ابني، بتفكر في ابوك، طمر فيك الاكل اللي انت كاتبه في بيتنا. يابا وانا قاعد في مساكن الطلبه؟ ما هو بيتنا، اكل فين يعني؟ ما تديني ال 2000 جنيه بقى يابا، خلينا اسافر، ما انت مكمر قد كده. 2000 جنيه ايه؟ اللهم حسن، انت فاكرني شغال دكتور تجميل ولا لعيب كوره؟ انا حقيقة الله جرسول في كافيه، صاحب القهوه بيقبض ملايين وانا بقبض ملايين، في تفاوت بين الحد الادنى والحد الاقصى. يعني من الاخر كده يابا، انت مش هتديني الفلوس وهتفضل شايل كل حاجه على قلبك قد كده؟ امشي يا كلب يا جزمه بره يا حقود، اطلع بره كافيه، اطلع بره. خليك انت كده يا حبازنا، اقعد شد في الشيشه، شد في الشيشه، انا بقيت شبه الفحمه. سمير ديوان. ما ما في ايه يا ما؟ اهدي، ده كل ده تمثيل. اهدي يا ما، انا مسافر بره مصر. نهية ايه يا اما وكرداسة ايه؟ بقولك مسافر، مسافر بره مصر. تبقى هاتلي معاك بسيمة وام علي. بسيمة وام علي ايه يا اما؟ انا رايح عند الملكي. بقولك يا اما مسافر، رايح ايطاليا يا اما، رايح ايطاليا. ايطاليا دي اللي بيروحوها الهجرة الغير شرعية، والعيال بيغرقوا والاهالي يروحوا يستلموا الجثث من عند الاستاذ وائل الابراتشي. ابو بوف في دماغه؟ لا يا اما، مش هروح لابو بوف في دماغه، انا هروح بالطيارة يا اما. ابنك هيقب على وش الدنيا. يلا والسلامة حبيبي، طمنت قلبي. بس كده ياما؟ مفيش حضن لابنك؟ مفيش بوسة دمعتين؟ دمعة من عين واحدة ياما لابنك؟ بس يا ابني اهو يا ابني حبيبي، بس عشان بتفرج على مسلسل اختي هتلر. هتلر مسافرة. هتلر مسافرة ايه ياما؟ ما سفرية ابنك حبيبك واقفة على بكوين. عندك علبة البسكوت بتاعت اخوك ايه؟ بس ما تكترش بكوين بس. ياما 2000 جنيه ياما، عايز 2000 جنيه. ساعد ابنك، ساعد ابنك ياما، ساعديه بالذهب اللي ابوه اداهولك ده. ايه ياما في ايه؟ مفيش حنان، مفيش امان ياما. ليه كده ياما؟ ده انا هلحنها لك ياما. انا برضه ممكن الحنها لك الشتايم القبيحه اللي انا هقولها لك عشان انا قلبت الادب. ازاي ايه ياما؟ في ايه ياما؟ يعني زعلانه عشان اخت هتلر مسافره ومش زعلانه عشان ابنك مسافر؟ ياما عايزك تساعديني، بتقولي ايزي ايزي ومش هساعدك. امشي يا ابني الكلب يا واطي. على فكره انا معايا الخاتم. فالصو يا روح امك.